بتبدأ تقبل في الفرقة عندك بدءا من سن كام؟ 4 سنين. واربعة تقدر يعني زي ما يقول لك تعرف تسيطر على شقوته وجموحه، ويعني وطفل. بص انا اولا خريج كلية تربية موسيقية، فاول اساسيات كانوا في الكلية بيعلموها لنا، لو حضرتك ركزت، خريج تربية موسيقية. هم معلمينا كان معظم المواد حاجة اسمها تربية، ازاي ندرس علم النفس، التعامل مع الاطفال، ازاي فلسفة التعامل مع الاطفال، كان معظم المواد اللي عندنا تربية، ازاي نعرف نتعامل مع الاطفال. فالحمد لله ربنا قدرني ان انا ابتدي اتعامل مع الاطفال، ابتدي يجي لي 4 سنين. او طبعا بيبقى في شقاوة، يعني انا عاوز اقول لحضرتك كل الفرقة اللي حضرتك شايفها دي شوفها في الكواليس بقى، في كل اللي احنا شايفينه ده كوم، واللي في الكواليس اضعف مضاعفه. طبعا في بقى شقاوه، وتعالي هنا رايحه فين، وطب وبيجروا هنا وبيعملوا. فاحنا بنحاول زي ما قلت لحضرتك روح فرقه حلوه، بس بيبقى في شويه نقط بقى بنحطها كده رولز مع بعض، ازاي نطلع ستيج، ازاي يبقى واقفين قدام المايك، لو عندنا حفله مثلا كورال وبتاع لازم يا جماعه في حاجه اسمها قواعد المسرح، احترام المسرح، تمام. وكل ده بقى بيبقى في التدريبات، ببتدي اتعامل معاهم بقى بالسن الصغير. طيب إيه، تعالى نتعلم الاساسيات، طب تعالى نفهم الاغنيه دي ماشيه ازاي، طب الاغنيه دي هل هبقى واقف مودي حلو وبتحرك، ولا حاجه ثابته كده كسولو كده. جميل جميل. احنا هنسمع ايه بقى؟ هنسمع بقى أما براوة نورهان بقى. أما براوة نورهان. أنا أكبر واحدة في الفريق. لا والله معنا أصغر واحدة فيهم. أمال إيه؟ أمال إيه؟ إحنا جينا نهزر. نورهان بقى من العناصر الكبيرة معانا في الفريق، ومعانا بقى كذا عنصر معانا في الفرقة كتير.